شالوم موجها حديثه إلى الملك: ادع إلهك أيها الملك لينصرك أمام الجميع كما نصرهما إلههما. ولكن إلهي ليس له القدرة على فعل أي شيء. فقال له شالوم: فلماذا تعبده إذن إن كان عاجزا هكذا عن فعل أي شيء؟ إنه إرث آبائنا وأجدادنا الأولين، ويجب أن نحافظ عليه ليحافظ على هذا العرش. فقال له شالوم: أتحيد عن الحق من أجل الحفاظ على عرش زائل؟ ماذا جرى لك يا شالوم؟ إنك تتحدث بحديث هذين الرجلين تماما وكأنك معهما. فقال له شالوم: نعم، لقد عزز بي الله دعوتهما، وها أنا أدعوك وشعبك وحاشيتك إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة تلك الأحجار التي لا تنفع. الويل لكم، أتعيب آلهتنا؟ كيف تجرؤ؟ انشروا خبرهم بين الناس ثم أخرجوهم إليهم، وليفعلوا بهم ما يشاءون. أنتم شؤم على قريتنا، وقد وجب التخلص منكم. فقال له صدوق: بل أنتم من جلبتم الشؤم على أنفسكم بإسرافكم في المعاصي وبعدكم عن الحق، وقد أبلغناكم رسالة الله، والله يفعل ما يشاء. أخرجوهم من هنا، لا أريد سماع المزيد. اقتلوهم، أحرقوهم، لا ترحموهم أبداً.